أيها الإخوة المشاهدون، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. مساء الخير إن كان وقتكم الآن مساء، أو صباح الخير إن كان وقتكم الآن صباحا، في هذا العالم الفسيح المترامي الأطراف. هذا الخبر الذي أعرضه الآن أمامكم هو مؤلم جدا، خاصة لبنات المسلمين. الخبر يقول: تسونامي العنوسة يجتاح العالم العربي. وفي آخر إحصائية تقول بأن هناك ما يزيد عن 53 مليون عانس في العالم العربي. تتصدر هذه الملايين الجزائريات في المقدمة ب12 مليون، المصريات في المرتبة الثانية ب10 ملايين، المغربيات ب8 ملايين في المرتبة الثالثة، المملكة السعودية ب4 ملايين في المرتبة الرابعة، والبقية موزعة على دول العالم العربي والخليج بنسب متفاوتة. لكن دعونا أولا نوضح معنى العنوسة، وهل تختص به المرأة دون الرجل؟ الحقيقة أن مصطلح العنوسة هو تعبير عام يستخدم لوصف الأشخاص الذين تعدوا سن الزواج المتعارف عليه في كل بلد، وبعض الناس يظنون أن هذا المصطلح يطلق على الإناث فقط من دون الرجال، والصحيح أنه يطلق على الجنسين. ولكن المتعارف عليه مؤخرا هو إطلاق اللفظ على النساء في الأغلب، ولذلك يقال في معاجم اللغة العربية: عنست البنت البكر، أي طالت عزوبتها وطال مكثها في منزل أهلها بعد إدراكها سن الزواج دون أن تتزوج. وكذا يقال: عنس الرجل، أي طالت عزوبته ولم يتزوج. وأيضا هناك مصطلحات تقال في الرجل والمرأة سواء، فأقول رجل بكر وفتاة بكر، أي أنهما لم يتزوجا. وكذلك يقال امرأة ثيب ورجل ثيب، أي أنهما سبق لهما الزواج. لكن الفرق بين الرجل والمرأة أن الرجل مهما تأخر في الزواج فإنه يستطيع الإنجاب في أي وقت، أما المرأة فعند سن اليأس من المحيض ينقطع الحمل والولادة، بل كلما تقدم بها العمر كلما أصبح الحمل والولادة عندها فيه مشكلة وخطورة على المرأة. ولقد قرأت تصنيفا عجيبا لمنظمة الصحة العالمية، يقال بأنه تصنيف جديد لعمر الإنسان، وأعلنت فيه أن سن المراهقة تبدأ من سن 18 وحتى 25. وبناء على هذا التصنيف والذي أشك في صحته، أقول بناء على هذا التصنيف فإن هذا يعني أنه عندما تخرجت من الجامعة كنت مراهقا، بل بدأت في التعليم وأنا في سن المراهقة،
ويقول أيضا هذا التصنيف العجيب والغريب أيضا أن سن الشباب يبدأ من 25 وحتى 65. هذا يعني أنك إذا كنت في 65 تعد شبابا. والله هذه عجبتني، أتمنى صحتها، ولكن أشك أيضا في هذه المعلومة، وإن صدقت فمعنى ذلك أنني ما زلت في وسط الشباب وريعاني. اللهم ارزقنا من فضلك. أيضا يقول هذا التصنيف أن من سن 66 إلى 79 يعتبر متوسط العمر، وأن من 80 وحتى 90 يعتبرون كبار السن، والمئة يعتبر معمرون، أو ما بعد المئة يعتبرون معمرون. ما شاء الله، تصنيف يرفع المعنويات. الزواج سهل للغاية، إيجاب وقبول، وولي أمرها وشاهدين، ومهر يسير، لكن المشكلة الكبرى تعود في هذا الموضوع إلى عوامل اجتماعية واقتصادية. هذه العوامل تتسبب في هذا الخلل الكبير، والذي يؤدي في كثير من الأحوال إلى سلوك طرق مؤدية إلى علاقات محرمة تكون نتيجتها الحسرة والندامة، وأولاد لقطاء يرمونهم في الشوارع والحدائق وعلى أبواب المساجد. وما دام الأمر كذلك، فما هي الحلول التي يجب طرحها الآن لعلاج هذه المشكلة الكبيرة؟ أول هذه الحلول في نظري هو تسهيل وتيسير أمور الزواج في المجتمعات الإسلامية. ثانيا، إعانة الشباب من الحكومات والجمعيات الخيرية، وأن تخصص ميزانية في كل دولة لهذا الأمر. ثالثا، تشجيع التعدد في الزواج، علما بأن هناك قاعدة عندي مهمة دائما أرددها على طلابي عند تدريس كتاب النكاح، محتواها التالي. هذه القاعدة تقول: ليس كل رجل يصلح أن يكون معددا، وليست كل امرأة تصلح أن تكون زوجة ثانية. تأملوها جيدا. ربابة ربة البيت تصب الخل في الزيت، لها 10 دجاجات وديك حسن الصوت. قائل هذه الأبيات هو الشاعر المبدع المخضرم بشار بن برد، الشاعر العباسي المشهور. هذه الخادمة قال عنها بأنها طلبت منه أن يقول فيها شعرا، فداعبها بقوله: ربابة ربة البيت تصب الخل في الزيت، لها 10 دجاجات وديك حسن الصوت. ولم يزد عن وصفها بأنها ربة بيت، وأن لها 10 دجاجات وديك له صوت حسن. وقد رضيت بذلك، بل أنها طربت له وزادها نشاطا في خدمته. لم يكن بشار بن برد مخطئا كما ظن بعض من كان حوله من الذين جاءوا مستفسرين أو مستهزئين لتلك الأبيات التي قالها بشار بن برد بالجارية ربابة. فكيف وفق عقولهم أن يكون هذا الشاعر الكبير ببلاغته ليقول أبياتا مثل هذه، وهو القائل رغم أنه أعمى البصر منذ ولادته، كأن مثار النقع فوق رؤوسنا وأسيافنا ليل تهاوى كواكبه. فهذا المبدع والذي شبه تلك الحالة من ضراوة المعركة ومدى هولها بليل تتساقط كواكبه، فيا له من بيت
اتضحت فيه البلاغة والعبقرية عند هذا الشاعر، والذي لم ير بيوم من الأيام فيها ليلا ولا كواكبا ولا أسيافا ولا غيرها، ومع ذلك يراه من حوله أنه أصبح أضحوكة عند بعض الشعراء، وذلك حينما قال أبياته بربابة والتي لا تحمل في طياتها أي بلاغة توصف. لكن بشار بن برد ذلك الأعمى لم يكن أعمى إدراكا وفهما للحياة وما بها من بشر، فلقد رد عليهم بجواب يعتبر بحد ذاته درس لكل صاحب خطاب، فبين لهم بأنه حينما خاطب الأمة وجماهيرها تكلم بكلام بليغ يصل لأذهان من يهتم بها من العلماء والفقهاء والبلغاء والخطباء، فكان لزاما عليه أن يأتي ببيت كأن مثار النقع، بينما ربابة ليست إلا جارية لا تهتم إلا بما حولها من دجاج وما يهمها من اهتمامات منزلية. ولم يكن بشار مخطئا حينما قال: لو ذهبتم لربابة وسألتموها أي الأبيات لديها أجمل، قفا نبكي من ذكرى حبيب ومنزلي، أم ربابة ربة البيت، فإنها لن تقول إلا ربابة ربة البيت، تصب الخل في الزيت، لها عشر دجاجات وديك حسن الصوت. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ساهموا في النشر ولكم جزيل الشكر. إن أعجبكم الفيديو سجلوا الإعجاب والاشتراك والمشاركة. دمتم في حفظ الله ورعايته، وصلى الله على محمد عدد ما ذكره الذاكرون وعدد ما غفل عن ذكره الغافلون.